شعار سلامتك غايتنا، احتفلت وزارة الداخلية وإدارة المرور بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الأسبوع الفائت، وتم تكريم العين الساهرة ومن يتواجدون في الشوارع العامة وعلى الطرقات الرئيسية ويتحملون قسوة البرد شتاء وحرارة الشمس صيفا لتأمين السلامة المرورية للمسافرين ومراقبة السرعات الزائدة للحد من حصاد الأرواح اليومي. مشاهدينا، في حلقتنا هذه من برنامج صوت الصدى يسعدنا أن نلتقي العميد نبيل فارس رئيس فرع مرور ريف دمشق للوقوف على هذه المناسبة وتسليط الضوء على المواضيع المتعلقة بقانون السير والإجراءات المتخذة لحماية أرواح المواطنين رغم أزمة الحرب التي تعيشها سوريا. فعناصر الشرطة المرورية والذين قدموا عشرات الشهداء هم لا يزالوا متواجدين في الشوارع لتأمين السلامة المرورية. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، أيضا اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا سيادة العميد نبيل فارس، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا فيك. دعنا بداية يعني نقول كل عام وأنتم بخير، على اعتبار كان الأسبوع الماضي هو يعني الأسبوع العالمي للمرور. إن شاء الله كل سنة أنتم سالمين وشعبنا وبلدنا إن شاء الله بخير، وعناصرنا المرورية وعناصر قوى الأمن الداخلي وجيشنا بألف خير إن شاء الله. إن شاء الله. بالبداية سيادة العميد، يا ريت يعني نحكي عن مناسبة يوم هذا المرور وأسبوع المرور العربي، وكيف تم اتخاذ الإجراءات لإنجاح هذه المناسبة من قبل وزارة الداخلية وحتى الوزارات الأخرى، رأينا كيف كانت لها مشاركات أيضا. نعم. في هذه المناسبة طبعا الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الداخلية بهذه المناسبة التي تحتفل بها وزارة الداخلية وقطاع المرور خاصة من كل عام في الرابع من أيار اللي هو يصادف عيد المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، للوقوف على أهمية هذه الحدث لما له أهمية في حياة المجتمعات، نظرا للتطورات التطور الاقتصادي والتطور الاجتماعي الذي حدث على مستوى العالم، ومن خلال العدد والكم الهائل للآليات نتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي، فازدادت عدد الآليات وازدادت عدد السيارات في كل في المجتمعات. طبعا هذه المناسبة لكي تقف كل مجتمع وتقف كل دولة على ما يحدث خلال هذا العام الفائت من حوادث وما حصدت هذه الآليات من أرواح وأضرار اقتصادية واجتماعية ومادية على المستوى العام. فوزارة الداخلية في كل عام تأخذ كافة الإجراءات، وبتعرفي بهذه السنتين الماضية السنة نحن موجودين فيها والسنة الماضية كانت هناك الاحتفالات مقتصرة بشكل مقتضب على مراكز المدن وبعض الفعاليات في المراكز المدن. لذلك وبتوجيه من السيد وزير الداخلية قامت الاحتفالات والتكريم بعض رجال المرور وعناصر المرور في مراكز المدن، وشاهدنا كيف السيد وزير الداخلية قام بتكريم عناصر المرور في مدينة دمشق وبعض المحافظات في الأخرى التي فيها مراكز المدن فيها آمنة ومستقرة. طبعا تكريم السيد الوزير لعناصر المرور في دمشق يعني تكريم لكل عناصر المرور أينما وجدوا في الأرض السورية. اتخذت هذه الإجراءات المقتضبة نتيجة الظروف التي نمر بها، خاصة تعرفي هناك بعض المناطق والمدن الساخنة لا يمكن التواجد الكثيف فيها بالنسبة لعناصر المرور، فكانت الاحتفالات بشكل مقتضب ومراكز المدن فقط. فتم التكريم العناصر وتم الشد على أيديهم وتم إعطاء التوجيهات لكي نعتني ونحت الاحترام المواطن قبل كل شيء، قبل المخالفة، لأن المخالفة ليست هي سيف مسلط على المواطن قبل أن يكون هو توجيه للمواطن بأن الأمر الذي قام به هو مخالفة ويجب تجنبه. ففي أسبوع المرور العربي نعطي التوجيهات وتعطى التوجيهات لكافة دوريات المرور بكافة المحافظات لإعطاء التوجيه والإرشاد للإخوة المواطنين عن كيفية تطبيق قانون السير وعن المخالفين بتوجيههم إلى جادة الصواب، إلا المخالفات الكبيرة التي تمس بالسلامة المروري والسلامة العامة فهذه لا يمكن التغاضي عنها. لذلك في أسبوع المرور العربي هو
توجيه للإخوة السائقين والإخوة المواطنين كيف على كيفية التعامل مع الطريق وكيفية تجاوز الصعوبات وكيفية تجاوز المخالفات التي يمكن أن يرتكبها الأخ السائق أو الأخ المواطن. يعني على أي حال يعني في الأماكن المكتظة على ما يبدو الآن في سوريا بسبب تواجد الحواجز حواجز الجيش العربي السوري. نعم. يعني هناك اكتظاظ مروري عم يكون قوي كثير على هاي طبعا الحواجز. هاي حالات استثنائية ست وفاء، هي حالات استثنائية على اعتبار نحن نمر في أزمة، وهذه الحواجز وجدت لتأمين الأمان للإخوة المواطنين بشكل عام وبمن فيهم عناصر المرور وعناصر الشرطة، لأنه تعرفي هذه الحواجز تؤمن الأمان والأمن لكل من يدخل ويخرج من وإلى مركز المدينة. فلذلك يجب أن نتحمل بعضنا البعض في على هذه الحواجز، يعني لا يضوج الأخ المواطن سائق السيارة، كلنا نقف على الحواجز أحيانا لفترة زمنية ليست بالقليلة، ولكن هذا لا يعني يجب أن نتحمل ذلك نتيجة الظرف الذي نعيش فيه. فعنصر المرور متواجد في الساحات، يقوم بتوجيه الإخوة المواطنين، يقوم بحماية وسلامة الإخوة المواطنين سائقي عابري الطريق وسالكي الطريق، فهو موجود لجانب عنصر الجيش يدا بيد. هذا يسهر على الحاجز لحفاظ الأمن، وهذا يسهر على راحة المواطن وتأمين سلامته ومروره بأمن وسلام حتى المكان المقصود وحتى المكان الذي يريد الوصول إليه. أيضا سيادة العميد، يعني نحن نتحدث عن هذه المناسبة وعلى اعتبار أننا نعيش اليوم أزمة حقيقية تمر بها سوريا، لا نستطيع أن نتجاهل أيضا عدد الشهداء الذين سقطوا وقدرتهم إدارة المرور وفروعها يعني بالمحافظات وهم يقومون بأداء واجبهم، إضافة للخسائر التي طالت مرفقكم. حبذا لو تحدثنا عدد الشهداء الذين سقطوا، يعني ما هي المراكز التي خرجت عن الخدمة التابعة لفروع المرور؟ طبعا قلت لك ست وفاء بأن عنصر المرور سواء عنصر المرور سواء عنصر قوى الأمن الداخلي بشكل عام، ولكن نتكلم الآن عن عنصر المرور. عنصر المرور رجل ميداني في الساحة موجود، وعنصر المرور رجل يقوم بعمله بكل مهنية وبكل إخلاص تحت برد الشتاء وقيظ الصيف بكل تأكيد. فلذلك هو موجود بالساحة وموجود على التقاطع وموجود على الإشارة الضوئية وموجود على مفارق الطرق وموجود على مراكز الطرق العامة على الأسترادات الدولية. فلا بد أن يدل الإرهاب استهدفت هذا العنصر البشري الذي يقوم بالخدمة الإنسانية للإخوة المواطنين والإخوة السائقين من إرشاد ومن توجيه ومن دلالة وإلى آخره. عدد الشهداء طبعا أنا لا أتكلم عن عدد الشهداء الذين سقطوا بفرع مرور ريف دمشق، بلغ عدد الشهداء 9 شهداء وشخص موظف مدني لدى فرع المرور مستخدم مدني تم قنصه مؤخرا، هذا آخر شهيد سقط في فرع مرور ريف دمشق بحرستا. باقي العناصر الذين سقطوا شهداء طبعا ورووا دمهم لتراب الوطن بجانب أخوتهم في الجيش العربي السوري، كان يتم قنصهم وهم على دراجاتهم النارية أثناء ذهابهم إلى الخدمة. فأكثر من عنصر استشهد في فرع مرور ريف دمشق وكانوا أثناء عودتهم من الخدمة أو أثناء ذهابهم إلى الخدمة. تعرف في ريف دمشق مترامي الأطراف، فيستهدف كان على الطريق العام أو على بالشارع أو في أماكن تواجدوا خلال مسيره إلى مكان خدمته. فهؤلاء تم طبعا وزارة الداخلية لم تنأى جهدا عن تكريم توجيهات السيد وزير الداخلية عن تكريم هؤلاء وأسر هؤلاء الشهداء في أثناء استشهادهم وأثناء تكريم أبناء الشهداء وأهالي الشهداء. هناك بعض لم يخرج عنا في ريف دمشق أي مركز من الخدمة سوى مركز منطقة السبع بيار على طريق دمشق تدمر، ولكن مستخدم حاليا من قبل الجهات الجيش والقوات المسلحة حتى في الأماكن الساحلية دوما وحرستا وهذه المناطق. نحن لم ننقطع يوما عن الدوام في فرع مرور دمشق الذي هو مركزه في حرستا، متواجدون من أول الأزمة حتى تاريخه
نحن وضباطنا وعناصرنا، ويتم إخراج الدوريات إلى الأماكن التي أقل سخونة والأماكن التي فيها اكتظاظ سكاني. مثلا عندنا مدينة جرمانة، عندنا منطقة محاور السومرية باتجاه طريق قطنة واتجاه محافظة القنيطرة، باتجاه طريق دمشق بيروت على مفرق الصبورة ويعفور، عندنا نقاط نقطة الصحارى فيها دورية على مدار 24 ساعة متواجدة مع ضابط، في عندنا نقاط ضمن ضاحية الأسد، في عندنا النقاط المرورية حوالي الفرع متواجدة، إضافة إلى طريق المطار وساحة المطار أيضا، وكل عناصرنا بعناصر الفرع متواجدين على هذه المحاور. طبعا نحن جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، الجزء الرديف للقوات المسلحة، ولكن كلهم في مجال اختصاصه وفي مجال عمله، ولكن باقون وموجودون نحن وطاقم عملنا بالكامل، حتى الإداريين متواجدون بشكل يومي بالفرع، ولم يكن هناك أي تأخير في يوم من الأيام عن التواجد نعم. بفرع. ولكن يعني هناك الكثير من المواطنين يتساءلون أنه في بعض الأماكن لم تكن ساخنة، وعلى الرغم من ذلك لم نرى عناصر المرورية موجودة فيها، لأن المواطن بالنتيجة يشعر بالأمان عندما يرى صح. أي نوع من أنواع أي يعني اللي تاب على وزارة الداخلية صح. أو للجيش العربي السوري يشعر بالأمان، ولكن يعني في أماكن لم يكن متواجد فيها يعني في الحقيقة عناصر المرور. المناطق الآمنة ست وفاء، المناطق الآمنة المتواجدة بريف دمشق لا يوجد هناك منطقة آمنة ومستقرة إلا موجودة فيها دوريات لعناصر فرع مرورية دمشق. وليلاً؟ لا، هلا نحن المناطق حتى الساعة 9 مساء، ولكن في هناك قلت لك بعض النقاط ومراكز الطرق العامة على الاسترادات مداومة 24 ساعة. أما المناطق العادية فينتهي الدوام في الساعة 9 ليلاً، وتعود الآليات إلى مركز الفرع ومن ثم نعم. لليوم التالي الساعة 7 صباحا. هناك سؤال يطرح نفسه على اعتبار بأنه بشكل عام يعني فروع المرور في سوريا دائما عناصرها وضباطها لا يحملون سلاح، يعني لا يحملون أي نوع من أنواع الأسلحة كمسدس وأعلى، عادة ما نرى بأيديهم إما عصير سلاح شرطة المرور، عصات المرور نعم. ودفتر المخالفات وقلم بالضبط. هذا ما نعرفه، هذا سلاحه يعني. هذا سلاحه. طيب يعني الأزمة اللي مرقت فيها سوريا والمعاناة اللي عانها فرع المرور وطريقة تعرضه للجماعات الإرهابية المسلحة، ألم يشكل لديكم رغبة لتغيير ولو بشكل جزئي من أجل مواجهة هذه الأزمة، على الأقل لأن يستطيع أن يدافع عن نفسه شرطي المرور؟ طبعاً عناصر المرور بشكل عام يوجد لديهم سلاحهم الفردي كما تفضلتي، وهو السلاح الفردي المسدس. نعم. المسدس الفردي موجود لكل عنصر من عناصر المرور، والمشاكل التي يمكن أن يتعرض لها والإرهاب يمكن أن يتعرض له عنصر المرور، طبعا المسدس كيف يقف أمام آلة الحرب الرشاش أو البندقية الآلية إلى آخره، ولو كان وجها لوجه ممكن أن يدافع، ولكن هناك يد الغدر، ويد الغدر قاتلة بشكل عام تعرفي ست وفاء، لأنه أنت ما متواجهي عدو أمامك أو يواجهك وجها لوجه، ولكن هناك نوع من القنص، يعني عنصر نعم. دراجي سايق دراجته جاي بأمان الله باتجاه الفرع أو طالع باتجاه خدمته، تأتيه طلقة قناص إما برأسه إما بصدره إما بظهره، يعني كما يغتالون المواطن العادي بالضبط. الآمن بالضبط. تعرفي نتيجة يعني السنتين اللي مرت فيها من سوريا لم تكن هناك مواجهات وجها لوجه، ولكن نعم. الكر والفر، ولكن ما عندما يكون هناك وجها لوجه تأخذي حذرك، تعرفي أنه في هناك عدو أمامك وظهرك نعم. محمي بالخلف. ايضا قلت لي بانه يعني عدد المراكز التي خرجت على الخدمه لم يكن هناك لم سوى يكن مركز واحد كفرع مروري في دمشق، طبعا لم يكن الا مركز منطقه السبع بيار، ولكن مسلم لاحدى الجهات الامنيه ويقومون بالعمل. هل تشعرون انه خلال هذه السنتين والازمه التي مرت بها سوريا وما زالت، يعني هل شعرتم ان هناك
تغييرات معينة يجب أن تقوم بها إدارة المرور بشكل عام طبعاً لكي تتماشى دائماً طبعاً مع أي ظرف كان مع أي وضع كان أكيد هل كان هناك نواقص أكيد وأنتم بحاجة إلى أكيد تكميلها أكيد وتغييرها هناك بعض كانت الثغرات وبعض النواقص طبعاً عنصر المرور مدرب على كتابة الضبط وكيفية الوقوف بالشارع وكيفية الإشارات المرورية التي تعطى للآليات يمين نعم ويسار وخلف وأمام وكيفية التعامل مع المواطن بلباقة وحسن تعامل نعم. إضافي إلى التدريب العسكري إضافي للتدريب العسكري الفردي وعلى مستوى إن كان سلاح فردي وإن كان سلاح البندقية الآلية نعم. ولكن هذه الأحداث التي مرت بها سوريا طبعا تركت هناك كثير من المفرزات بالنسبة للصقل أكثر لتعويد العنصر على تحمل أكثر لتعويده على التدريب أكثر لتعويده على الرماية أكثر يعني في أمور كثيرة طبعا أعتقد وزارة الداخلية سوف تهتم بهذه المعطيات بشكل كامل لإعداد العناصر بشكل جيد وتأهيل هؤلاء العناصر لكي يواجهوا أي مشكلة قد يتعرضون لها في المستقبل نعم يعني أيضا في ريف دمشق معروف بأنه هي رقعة جغرافية كبيرة وواسعة وقبل قليل تفضلت حضرتك بالحديث عنها بأنه مساحتها كبيرة وعددت مراكز بعيدة جدا عن بعضها بشكل عام يعني كيف يقوم فرع ريف دمشق بأداء مهامه وواجباته ضمن هذه المناطق وهل الآليات والعناصر المتواجدة حاليا هي يعني كفيلة بالدور المناط لها هل هي كافية أيضا كعدد وعدة واوا طبعا بالنسبة لمراكز الطرق الموجودة على الطرق الدولية بفرع مرور ريف دمشق تبدأ إذا بدأنا من حدود محافظة حمص أن مركز طرق النبك ومركز طرق القطيفي ومركز طرق دوما ثلاث مراكز على هذه المحور حتى حدود محافظة حمص حتى حدود محافظة حمص منطقة الدريج طبعا المراكز تعرضت وخاصة مركز طرق النبك تعرض لأكثر من هجوم أكثر من هجومين وثلاثة وأربعة ولكن عناصرنا كانوا لهم بالمرصاد أكيد. طبعا كان المركز محصن بشكل جيد حتى اليوم تعرض لأكثر من اليوم هذا قبل أن آتي إلى الاستوديو هو كان هناك أكثر من 9 قذائف على مركز شرطة الطرق النبك وتم التعامل معهم بشكل جيد وانتهى الأمر الحمد لله بدون خسائر وبدون أضرار مادية كل مراكزنا أغلب المراكز تم التعرض لها هذه المراكز حاليا تقوم بالإمكانات الموجودة طبعا مركز الطرق وجد على الطرق العامة لمراقبة الطريق لإخلاء الطريق أثناء الحوادث لإسعاف المصابين إسعاف الجرحى من الحوادث الطرق فتح الطرقات أثناء الظروف الجوية أثناء الثلج هذه المراكز هذه كانت هي مهمتها يعني ولكن بهذه الظروف تغيرت مهمتها إضافي لمهمتها هي الموكولة إلى حسب التعليمات والأنظمة القائمة كانت هناك مهمة الدفاع القوي عن المركز وعن بناء المركز وعن أساس المركز وعن آليات المركز بشكل ممتاز جدا ولا تزال مراكزنا كمحافظة ريف دمشق تعمل بكل طاقاتها وكوادرها آلياتها موجودة طبعا مزودة بوزارة الداخلية زودت كل المراكز بكاسحات الثلوج زودهم بالرافعات زودتهم بالسيارات الخدمة كل هذه إضافة للرادارات الفردية الرادارات المحمولة على سيارات التي تقوم بمراقبة السرعات طبعا ليلا ونهارا طبعا كل هذه التجهيزات تم تجهيزها وتزويدها لهذه المراكز لتقوم بعملها الجيد والمتعد وبشكل حضاري ومنتظم أيضا فيما يتعلق بالنقاط المرورية التي تحدثت عنها يعني هل هي كافية من خلال كالتي ذكرت لموجودة بنقطة صحارة هاي النقاط المرورية تختلف عن مركز الطرق العامة بكل تأكيد نقطة المرور كان عندنا عدد من النقاط المرورية هذه النقاط مهمتها
الإخبار عن أي حادث. هذه نقاط أحدثت ما بين المركز والمركز، كون هناك في مسافات شاسعة ما بين المراكز، فأحدثت نقطة المرور للإخبار عن أي حادث قد يطرأ على الطريق العام، وتأمين يعني شعور المواطن بالأمن والأمان بأنه هنا في نقطة مرورية كمنطقة مقطوعة. فكان عندنا نحن أكثر من نقطة مرورية على محور دمشق حمص، كان لا تزال موجودة حاليا نقطة التناية، أول التناية بعد مركز دوما متواجدة وعناصر متواجدون عندنا، كان نقطة معلولة وما تزال قائمة وعمل جاري وعناصر متواجدين في مفرق معلولة تحت جسر معلولة نقطة مرورية. في عنا كان نقطة المراح حاليا تم يعني استهدفت من أول الأحداث وأخليت العناصر منها وتم ضمهم إلى مركز النبك. في عنا نقطة قارة أيضا بعد مركز النبك اللي هي حدودية مع محافظة حمص، كمان عناصر وموجودين. هذه النقاط مهمتها، الإخبار عن أي حادث، الإخبار عن أي إشكال قد يقع على الطريق مباشرة إلى مركز الطرق ومن ثم إلى غرفة العمليات ليتم التعامل بشكل جيد، تقديم المؤازرة اللازمة للمكان. نعم، أيضا يعني إذا ما أردنا الحديث عن قانون السير، هناك ملاحظات يعني كثيرة على قانون السير بصراحة سيادة العميد. يعني البعض اعتبر أنه قانون السير الحالي وجد للجباية وهو مرهق بالنسبة للمواطن، وذلك نتيجة يعني قيمة المخالفات العالية. يا ريت نوضح دور قانون السير الجديد طبعاً، ويعني والغاية منه. طبعاً قانون السير اللي رقم 31 لعام 2004 والذي تم تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 هو مرهق كمبالغ للناس التي تحب المخالفة وتخالف بشكل دائم. أما الإنسان الانضباطي والإنسان الملتزم بقواعد وأنظمة السير، أعتقد قانون السير مثله مثل أي قانون في أي دولة من دول المجاورة. وقانون السير الذي تم تعديله لم يأتي من فراغ، أتى من خلال الواقع الذي نعيشه ومن خلال المخالفات التي ترتكب، لأنه المخالفة ليست بمعنى الغرامي، المخالفة يعني شرطة المرور تقوم بمنع المخالفة قبل قمعه، المنع قبل القمع. ليس هواية أو غاية شرط المرور هو تنظيم المخالفة بقدر ما غايته هو أن يمنع وقوع المخالفة قبل وقوعها وقبل تنظيم الضبط. فمن يرى بأن هناك بأن المبالغ المخالفات و يعني بصراحة الناس اعتبرتها هي بمثابة جباية أكثر، ليست جباية يعني، لأنه عندما ينظم شرط المرور المخالفة تنظم المخالفة وتذهب إلى خزينة الدولة، لا يستفيد منها شرط المرور بأي شيء، قيمة الطوابع تذهب إلى خزينة الدولة. أما هناك ممكن، أنا ما بقول لك ممكن، الإنسان المخالف بشكل دائم والذي يهوى المخالفة والذي لا يرتدع من المخالفة يعني ممكن يلاقي المبلغ ضئيل كبير جدا يعني. ولكن هناك أسباب يعني، ولكن كان هناك مقارنة بالأسباب الحقيقية للمخالفة، اسمح لي هنا تفضلي. يعني هي أسباب تافهة قد تكون ربما أو أقل أهمية ربما من غيرها، ومع ذلك يدقق الشرطي. وبتعرف أنت كيف يعني بتتم العملية، الشرطي بدقق يعني بيقدر يخالف أي سيارة مهما كانت نظامية، بلاقي لها مخالفة يعني ما بيكون منتبه عليها أبدا السائق، صح ولا لا؟ وبالتالي زادت الرشاوة فيما يتعلق بهذا الموضوع من قبل الشرطة المتواجدة في النقاط المرورية. هنا بموقع الدفاع عن، لأنه شرط المرور هو من هالمجتمع، ليس إنسان مخصص خصيصا أو جاي في قالب محدد. من شرائح المجتمع، شريحة من شرائح المجتمع، شرط المرور من هالمجتمع. هناك الممتاز وهناك الجيد جدا وهناك الجيد وهناك الوسط وهناك من الضعيف، أحيانا ضعيف نفسي. ولكن بشكل عام أعتقد أن الأخ المواطن الذي يقوم شرط المرور بمخالفته ظلما وبهتانا ويتبلاه تبلي، فكل مكاتب رؤساء فروع المرور في هناك مكتب شكاوى خاص، إن كان على مستوى وزارة الداخلية وإن كان على مستوى قيادة الشرطة وإن كان عفوا. أنا ما عم أقول لك تبلي يعني،
هناك ممكن. بالقانون مخالفات ممكن. هي صغيرة يعني مقارنة بالمخالفات المرورية التي إن وجدت هذه المخالفات هي بالنتيجة لسلامة المواطن. هي أليس طبعا القانون يعني هو بشكل عام هو وضع لسلامة المواطن بكل تأكيد وليس ضد المواطن. إذن هناك في نقاط وخلافات ضمن هذا القانون من خلال يعني هي كأنه وجدت لتخالف هذا المواطن بالقوة عنوة يعني إنشاء وإن أبا في لك مخالفة من خلال ست وفاء يعني. من خلال تطبيق القانون سنتحدث عن تطبيق القانون لكن اسمح لي أن أتوقف مع فاصل قصير فضل. ثم نعود إلى تطبيق القانون وإلى التعديلات التي يتم الحديث عنها الآن. مشاهدينا الأكارم بعد الفاصل سنعود ابقوا معنا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرب عن قلقه إزاء الوضع في سوريا ويؤكد أن السبيل الوحيد لتفادي السيناريو السلبي هو وقف النزاع المسلح في أقرب وقت ممكن والانتقال إلى الحل السياسي. اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة تجدد دعوة أبناء الوطن للمشاركة في الحوار الوطني لرسم مستقبل سوريا. وزير الإعلام عمران الزعبي يؤكد أن الذهاب إلى الحل السياسي للأزمة في سوريا وإجراء حوار وطني سوري سياسي شامل لا يستثني ولا يقصي أحداً ويشمل كل المواضيع هو مبادرة سورية بالأساس منذ بداية هذه الأزمة. عمليات نوعية للجيش العربي السوري تلحق خسائر فادحة بصفوف الإرهابيين وتدمر أدواتهم الإجرامية في أرياف دمشق وحلب وحمص. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 شاباً فلسطينياً في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة. في ليبيا مظاهرات في بني غازي بعد موجة العنف وسلسلة التفجيرات التي شهدتها المدينة. السلطات الروسية تعتقل رجلاً من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لدى محاولته تجنيد موظف في أجهزة الأمن الروسية. أخبار الدنيا الدقيقة دقيقة واحدة بدقيقة. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا ايضا من جديد. اسمحوا لنا ان نرحب بضيفنا في هذه الحلقة من صوت وصدى سيادة العميد نبيل فارس رئيس فرع مرور ريف دمشق. مرحبا مجددا بحضرتك. كنا نتحدث قبل الفاصل عن المخالفات المرورية ويعني وربما يعني هناك تعديلات ستأتي لاحقا لتعديل هذا القانون على اعتبار أنه هناك في ثغرات. يعني ما أسباب تعديل هذا القانون؟ ما هي الأخطاء التي وجدت في قانون عام 2004؟ طبعا القانون اللي عدل بال 2008 اللي هو القانون 31 لم أي قانون كان يتم تعديله ويتم تطبيقه على الأرض الواقع متى تكتشفين بالثغرات الموجودة فيه وببعض المواد ممكن أن تنطبق ومجحفة أحيانا بحق المواطن عندما تضعيه في حيز التطبيق. فقانون السير اللي عدل بال 2008 وتم تطبيقه على أرض الواقع خلال هذه الفترة من 2008 وحتى تاريخه طبعا هناك وجد بعض الثغرات وجد بعض المخالفات التي يمكن أن يطرأ عليها بعض التعديل. فشكلت لجنة من وزارة النقل ومن وزارة العدل ومن إدارة المرور وتم وضع كافة التعديلات التي تمس أغلب المخالفات التي كان الأخ المواطن يشتكي بها وخاصة في هناك بعض المخالفات التي المبالغ الغرامي التي تقع عليها مرتفعة. فلاحظت اللجنة كل هذه الفروقات ولاحظت كل هذه الملاحظات وكل هذه التي جمعتها من كافة فروع المحافظات فروع المرور بالمحافظات وجمعتها بإدارة المرور وخرجت بها بتعديل. طبعا حاليا التعديل موجود في لدى وزارة النقل بعد تم وضعه من إدارة المرور واللجنة وفي هلا في حيز وزارة النقل يتم تنقيحه إصداره. نعم. لا ندري متى يتم إصداره ولكن أعتقد حاليا
كل الثغرات، كل المواد الممكن والمخالفات اللي كان يشكي منها الأخ المواطن بشكل عام، إن كان الغرامة المرتفعة ولا إن كان بعض المخالفات الأخرى، وخاصة نوه وأكد على قسم إجازات السوق، إجازات السوق التي صنفها حاليا وأعطى حيز كبير للأخ المواطن في أريحية لمنحه إجازات السوق. يعني طب منح لأي عمر يمكن منح؟ طبعا منح إجازة السوق لمن بلغ 18 من عمره، 18 سنة ميلادية. ولأي عمر يستطيع المواطن أن يقود سيارة تقريبا؟ طبعا 70 أو 60؟ هو بعد 60 يتم تجديد الإجازة إلى لمدة 4 سنوات. تعرفي بده كل ما كبر في السن تنقص فترة تمديد الإجازة، لأنه السائق أو الأخ المواطن نظره ممكن يتعب جسميا يمكن هاي، ولكن طالما هو قادر على قيادة الآلية فمن حقه قيادة الآلية. حتى ولو كان عمره من 70 وطالب؟ حتى لو كان مهما كان عمره طالما هو قادر على قيادة الآلية فمن حقه قيادة الآلية، فالإجازة تمدد له، وكلما كبر بالعمر ينخفض فترة التمديد للإجازة. طبعا إجازة الفئة جيم أعتقد من خلال التعديل اللي أنا بتذكره، إجازة الفئة جيم كانت هي فئة 1 جيم للسيارات التي يزيد وزنها على 4 طن. حاليا الجيم قسمت إلى 3 فئات، يعني هلأ عطوا صلاحية الجيم سابقا إلى الفئة بي اللي هي هلأ صار يحق لمن يمتل، يعني طبعا ما هلأ بعد صدور القانون نحن ما نحكي عن بعض عن التعديلات التعديل. نعم. بعض التعديلات اللي طرأت نحن فيها. الفئة بي اللي هي فئة الخاصة كان أصبح بالتعديل الجديد بعد صدور القانون طبعا يحق له أن يقود آلية عامة أو بفئة الخاصة التي يبلغ وزنها 4 طن وعدد ركابة من ركاب ما عدا مقعد السائق، طبعا فئة من مقاعد ما عدا مقعد السائق. طبعا الجيم قسمت إلى خفيفة ومتوسطة وثقيلة، هي فئة الجيم. نعم. فهذا التعديل طبعا بيخدم المواطن ويحق للمواطن ايضا في فقرات هي بالتعديل، يحق للمواطن من بلغ 21 سنه ان يحصل على اجازه سوق بدون ان يكون لديه اجازه سابقه، يعني انت انا بدي اقدم على يعني اجازه مباشره انا. نعم. بدي اقدم على فئه جيم متوسطه او في جيم خفيفي او جيم ثقيله، يحق للمواطن بتقديم اوراقه للفئه التي يريد ان يحصل عليها. نعم. حتى ولو كانت للمرة الأولى طبعا. أيضا فيما يتعلق يعني بالشهادة، شهادة السوق التي تكون لدى المواطن، يعني هناك نتيجة المخالفات في هذا القانون الذي يعمل به حاليا تسحب الشهادة بعد عدد نقاط معينة. نعم. من المخالفات. نعم. ومن ثم يعني تجدد بعد فترة زمنية معينة، هل هناك تعديل فيما يخص هذه طبعا النقاط النقاط التي كان يستحق المواطن في بطاقة النقاط هي كانت سابقا أول صدور قانون السير التعديل بال 2008 كانت 16 نقطة، عدل بعد فترة أصبح من حق المواطن 24 نقطة على بطاقة النقاط. طبعا بالتعديل الجديد لا يوجد هناك بطاقة نقاط مباشرة على أتمتة المخالفات، تدخل المخالفات بعد الربط المعلوماتي. نعم. بقاعدة البيانات في إدارة المرور من كافة المحافظات، طبعا لا يوجد هناك بقى يعني لا حاجة لبطاقة النقاط إطلاقا، فمباشرة تدخل المخالفة على الحاسب وتحسم النقاط مباشرة على المواطن عند مراجعته، بيقول بيصرح له الموظف المختص في مكتب المخالفات انه انت رصيدك 20 نقطة، رصيدك 15 نقطة، رصيدك 10 نقاط، فهنا يعرف المواطن انه قديش رصيده متبقي ليتجنب المخالفات المتبقية. وهل يعني ستبقى 24 نقطة فقط؟ ستبقى 24 نقطة. يعني ولكن هذا ربما ظلم بحق المواطن، لانه ما بعتقد اي مخالفه يعني ربما الكثير من المواطنين اخت وفاء، الكثير من المواطنين تبقى البطاقة نظيفه وصحيفته نظيفه بدون حسم اي نقطه نتيجه انه التزامه، ولكن من يخالف وخاصه المخالفات الكبيره التي يتم حسم نقاط عاليه عليها فهذا اعتقد نقاطه ستنتهي بفتره زمنيه وجيزه وقصيره. يعني ولكن ليش منقول نحن هناك يجب أن تكون هناك ثقافة مرورية يحملها المواطن كأي
ثقافي عالي. الثقافي المروري مثل أي ثقافي عالي، لأنه يعرف المواطن ما له وما عليه. فالثقافة يجب أن تبدأ من الطفولة، من الحضانة مع الطفل حتى الشباب، ليعرف المواطن كيف يقود الآلية، كيف يضع حزام الأمان، كيف يعرف هذه الشاخصة ممنوع أو مسموح، كيف يسمح، كيف يقف على خط الوقوف عند الإشارة الضوئية، كيف عندما يرى عاجزا أن يقطع الشارع كيف عليه أن يقف آليته أو أمام المدارس، طلاب المدارس. كل هذه الثقافات على الطرقات العامة، يعني يتقيد بالشاخصات وشاخصات الدلالة وشاخصات السرعات المحددة للسرعات، كل هذه الثقافات يجب أن يعرفها المواطن ليتجنب الحوادث، ليتجنب ضرره بنفسه وضرره بالآخرين. فهي الثقافة يجب أن يحملها كل واحد فينا ليعرف ما له وما عليه. فلذلك نتمنى نحن ليش منقول بشكل دائم نحن على وسائل الإعلام، بوسائل الإعلام إن كانت المقروءة والمسموعة والمرئية وبشكل عام، ومن خلال اجتماعاتنا مع نقابة النقل البري للسائقين، أنه يجب على الأخ السائق أن يتمتع بثقافة مرورية تنعكس عليه وتنعكس على الآخرين وتنعكس على الواقع، على الواقع على الشارع. طيب أنا لح أجي معك سيادة العميد، معك حق، ولكن هل أنتم تقومون يعني بعمل ترويجي إعلاني، يعني محاولة إجبار المواطن على هذه الثقافة بطرق متعددة؟ هلا الثقافة لا تأتي بالإجبار، أنت ما تريدين أن تثقفي في نفسك، ولكن يعني الكثير هذه ثقافة. أنا أمتلك آلية، أنا أمتلك آلية وأقود آليتي، فيجب أن أعرف هذه الشاخصة. هي مسؤولية مدارس السياقة التي تابعة لوزارة النقل أن يتفهم كل متدرب فيها دلالة الشاخصات من خلال الدراسة. ليش الدورة 21 يوم؟ الدورة 21 يوم لكي يتم تأهيل المتدرب تأهيل كافي ووافي، عندما ينزل إلى الشارع بآليته يجب أن يتجنب الآخرين ويعرف كيف يتجنب الحادث وكيف يتفقد آليته وكيف يسيطر على آليته أوقات الأزمات وأوقات الازدحامات. أما عندما أنا لا أتفهم شيء وأذهب رفع عتب، فطبعا بده ولكن هي جزء من مسؤوليتكم، كما جزء من مسؤوليتكم بالضبط نحن أن تقوموا بالمخالفات، جزء من مسؤوليتكم نحن أن تنشروا الثقافة نقوم المرورية. بكل ما علينا من الناحية التثقيفية، النشرات التي توضع في لوحات الإعلانات والنشرات التي والمقابلات التلفزيونية والصحفية والإذاعية من قبل فروع المرور المختصين في مجال المرور، كل هؤلاء يتكلمون عن الثقافة المرورية لكي يتثقف الأخ السائق وكي يوعى ما له وما عليه. وحتى تفضلي أنت قلتي مشان أيضا يعني أريد في هذا الخصوص أن أسألك، يعني قبل قليل كنت تتحدث عن أنه الأطفال من الحضانة إلى طبعاً هناك توصية المرحلة الابتدائية، يعني علينا أن نثقف الأجيال ضمن هذا توصية من إدارة المرور وكتب موجهة من إدارة المرور عن طريق وزارة الداخلية والسيد وزير الداخلية إلى وزارة التربية ووزارات الإعلام لكي يكون هناك برامج ودروس خصوصية بالتثقيف والوعي المروري للأجيال من مرحلة الابتدائية ومرحلة الحضانة حتى المراحل الكبيرة. عندما صدر القانون بال 2008 تعديل القانون، كل فروع المرور قاموا بشرح القانون لكل الفعاليات، سواء على مستوى نقابة النقل البري وسواء على مستوى الجامعات وسواء على مستوى المعاهد وسواء على كل المنظمات والنقابات، تم شرح مفصل لقانون السير بتلك الفترة. نعم. ولذلك نحن نقول من يريد أن يتثقف مروريا، يعني ليس بالإجبار وليس بالإكراه، الثقافة هي شغل ذاتي، شيء ذاتي من نفس الإنسان. هل تقومون بتزويد المواطنين الذين يأتون يعني لأخذ شهادات سوق أو لترسيم سياراتهم أو لتسجيل ربما سيارة جديدة، يعني أو بالمراحل الأولى من قيادته للسيارة سواء امرأة أو رجل،
أو يعني صبية أم شاب، هل تقومون بتزويدهم ببروشورات معينة، ببرامج معينة تثقيفية ضمن هذا الإطار؟ بالضبط، بعيد المرور هذا يتم توزيع كافة أنواع البروشورات ما بما يتعلق بالسلام فقط في الأعياد في عيد المرور. عندما يحصل أي مواطن يقوم بتسجيل أو بتسجيل على في مدرسة السياقة للحصول على إجراء السوق، هناك كتيب اسمه دليل السائق يمنح لكل متدرب، وهذا دليل السائق يوجد فيه كل ما يحتاجه السائق من توعي مروري ومن كل بالتوعي المروري ومن أهلية القيادة وكيفية وكيفية فحص الآلي وكيف يقود الآلي وما يكفيه لأن يتثقف من خلال دليل السائق. ليست حجة، قلت لك أنا الثقافة ليست حجة أو تأتي بالإكراه أو تأتي بالإجبار، طبعا لا، تأتي شغلة طوعية، هي شيء نابع من ذات الإنسان. أما لماذا أيضا إدارة المرور منعت في المدن تواجد الدراجات النارية؟ طبعا تعرف الدراجات النارية في قرار مسبق وقديم، لأنه خاصة بما تحدثه من ضجيج وما تحدثه من حوادث، وخاصة عندما يمتطونها الأطفال المراهقين، فهذا قرار من السيد وزير الداخلية وقرار من المكتب التنفيذي بالمحافظة بمنع تجوال الدراجات النارية في المدن، لأنه الدراجة وجدت للخدمة بالأرياف، حتى حاليا حتى بالأرياف تقريبا ممنوعة، يعني حتى بمراكز النواحي مراكز المدن والمناطق يعني، ولكن هذا لا يمنع بأنه نراها متواجدة في المدن، نراها متواجدة حاليا يعني. متواجد ما بقول لك أنا، ولكن بشكل عام قانونيا ممنوعة، ممنوع تجوالها في المدن. يعني وتواجد أي دراجة مرورية في أي منطقة ضمن المدن، منطقة سكنية مكتظة، هو مخالف للقانون قولا واحدا. دراجة نارية طبعا مخالف طبعا، وخاصة طبعا بالمناطق التي بالأرياف، من الدراجة التي تحمل لوحات نظامية طبعا هي الوحيدة المسموح لها، ومن يقودها يحمل إجازة سوق. ومن يقودها يحمل إجازة سوق، أما ما تبقى فهو مخالف. الآن يعني نريد الحديث عن توضيح يعني عدد مخالفات المرور لعام 2012 وعدد الحوادث المرورية في عام 2011 مقارنة بعام 2012 مقارنة بالعام الذي قبله 2011، يعني خصوصا أنه يحكى أن هناك تراجع، هل القانون هو من كان وراء هذا التراجع ذلك، أم أنه الأزمة التي نمر بها حاليا وعدم قدرة يعني العناصر على الدخول إلى الشوارع في بعض المناطق؟ طبعا أنا راح أعطيك الإحصائية ست وفاء على مستوى إدارة المرور. ومن بعد سأعطيك عدد المخالفات أو الحوادث على مستوى ريف دمشق. طبعا عدد المركبات بعام 2011 على مستوى القطر 2,214,911 آلي. إجمالي عدد الحوادث بعام 2011 29,294 حادث. عدد الجرحى 12,839 جريح. عدد الوفيات 1,797 وفية. هي بالعام 2011. إجمالي عدد المخالفات بعام 2011 1,206,914 مخالفي على مستوى القطر طبعا أنا أحكيك هاي بعام 2011. أما في عام 2012 هناك تراجع إن كان بالحوادث وإن كان بالمخالفات. عدد المركبات طبعا زاد عدد المركبات عن 2011، صاروا 1,241,997 آلية. عدد إجمالي الحوادث 16,093 حادث، هناك كان عندنا 29,000 حادث و294. عدد الجرحى 6,489 جريح، وعدد الوفيات 905 وفاة. هناك كان 1,797 وفية. هي فقط نتيجة يعني هي المخالفات المرورية. طبعا عدد إجمالي المخالفات بعام 2012 671,879 مخالفي، هناك كان مليون. طبعا إذا عدنا إلى نتيجة الظروف التي يمر بها البلد، تم الكثير طبعا الحوادث، تعرفي الطرقات بعض الطرقات الدولية وبعض الطرقات الفرعية أحيانا
بعد الظهر تخف عليها حركة السير قليلا جدا وحركة الآليات أصبحت قليلة جدا نتيجة الظروف التي يمر بها البلد ونتيجة فأصبحت حركة الآليات في هناك انحسار وانخفاض في عدد الآليات التي تجوب على الاسترادات وعلى الطرقات الفرعية. نعم. إضافة إلى عدد المخالفات هناك بعض المناطق الساخنة بعض المدن التي انعدم فيها تنظيم المخالفات طبعا نتيجة الظروف التي نعيشها فأدى إلى تدني عدد المخالفات بشكل واضح وصريح. تدني بسبب عدم قدرة فرع المرور للدخول إلى ليس بسبب القدرة فقط ولكن بسبب عدم انعدام عدم وجود شرط المرور بتلك المناطق وانعدام وجود الآليات أو السير بتلك المناطق أيضا. فلذلك أدى إلى انخفاض في عدد حاليا طبعا هناك عودة بشكل جيد إلى المخالفات نشر الرادارات على الطرقات على مستوى ريف دمشق نحن عندنا أكثر من رادار موضوع على رصد السرعات الزائدة طبعا الرادارات المحمولة من قبل العناصر فعندنا على طريق بيروت عندنا على طريق دمشق حمص فأكثر من رادار موجود لرصد هذه السرعات في وضح النهار. أما عندنا السيارات المزودة بالرادارات المحمولة التي ترصد السرعات ليلا حاليا حجم عملها خفيف ليلا تعرفي بالليل ما في حركة سير حتى حركة سير خفيفة جدا لم تكن أحيانا معدومة فتقوم بعملها فقط بالنهار أمام المركز توضع الآلي أمام المركز وترصد السرعات في وضح النهار حتى المساء. نعم أيضا يعني التجهيزات التقنية المرورية قلت لي بأنه يعني غير وجود الرادارات المتواجدة بشكل الحالي يعني عن طريق كما قلت الرادار اليدوي الذي يحمله الشرطي المتواجد يعني في بعض المناطق مثلا داخل دمشق فيها رادارات ولكن ليست يدوية إنما هي يعني سيارات متنقلة هي أو ثابتة ربما على الأوتوستراد مثلا ممكن هلا الرادار الحديث الموجود المركب على الآلية على السيارة الحديثة يعير بشكل على سرعة الطريق التي يوضع عليها ويترك بدون أي ما في داعي بدون حاجة لاستخدام للعنصر البشري هو يقوم برصد السرعات والتقاط الصور اوتوماتيكيا أما الرادارات المحمولة مع العناصر الرادارات الصغيرة هذه هي يدوية وتحمل وتعير على السرعات ويتم التقاط الصور من خلال العناصر العنصر الذي يقوم باستخدام أما التجهيزات التي تم كل مراكز الطرق تم تجهيزها كفرع مرور ريف دمشق أن كل مركز من مراكز الطرق أن مركز النبت مزود بثلاث كاسحات كاسحتين حديثي تكسح الثلج وتنسر مادة الملح لذوبان الثلج اوتوماتيكيا عن إضافة إلى كاسحة عادية عندنا المركز طرق القطيفي أيضا مزود بكاسحة ثلوج وعندنا مركز طرق الزبداني مزود بكاسحة الثلوج وعندنا بمركز الفرع بحرستها عندنا ثلاث كاسحات أيضا هي موجودة بمركز الفرع ترسل للمركز الذي بحاجة لمؤازرة أحيانا بفصل الشتاء يتم إرسال كاسحة رابعة إلى منطقة النبك بتعرفي منطقة النبك منطقة معرضة بشكل دائم من مفرق معلولة حتى منطقة قارة لبعد قارة لحدود البريج حدود حمص ترسل الكاسحة الرابعة مع سائق مقيم بمركز النبك حتى انتهاء فصل الشتاء أيضا منطقة الزبداني كذلك والبقي الكاسحة الثالثة تبقى بالفرع ممكن أي طريق قريب فرعي ممكن بطريق أستراد دمشق بيروت أو بطريق صدمايا أو بطريق التل أوي هذه ترسل إلى هذه المناطق متواجدة بحالة استنفار في فصل الشتاء بشكل دائم. أيضا يعني سؤالي الأخير لك سيادة العميد هل هناك اليوم يعني دورات جديدة لتأهيل كوادر بشرية لديكم في فروع المرور بشكل عام؟ يعني هل يحضر لمثل هذا الأمر على اعتبار يعني المتغيرات المتواجدة نتيجة التطور الحياتي بشكل طبيعي؟ طبعا كل الدورات حاليا اللي عم يتم تأهيلها الجانب المروري منه يتم تأهيله في
في آخر الدورات بعد صقله عسكريا، صقله معرفيا، يتم تأهيل العناصر التي تفرز إلى فروع المرور بالمحافظات، يتم تأهيلها وتعطى الدروس الخاصة بما يتعلق بقانون السير وكيفية الوقوف وكيفية التعامل مع المواطن وكيفية تنظيم الضبط ومخالفة المرور والقيافي الجيد والهندام الجيد وحسن التعامل مع الأخ المواطن. كل هذه تعطى ببعض أن يكون العنصر قد استحصل على كل معارفه العسكرية وصقل جسمه عسكريا وبدنيا، ومعرفة المعارف المرورية تعطى له في آخر الدورة بما يتعلق بكل ما يتعلق في المرور من قواعد وقواعد وقوانين وأنظمة وتعليمات وإلى آخره، ليتخرج من الدورة ويأتي إلى فرع المرور ويكون تقريبا بملم بكل القضايا المرورية، مع ولكن على الواقع لكي يطبقها على الواقع، ويراقب من خلال نزوله على ساحة الميدان وعلى الواقع، يراقب من قبل الضباط والعناصر الأقدم منه لتقييم عمله وإرشاده في مكان الخطأ وتصحيحه إلى جادة الصواب. سؤالي الأخير لحضرتك، متى نتوقع تغيير أو تعديل على يعني القانون السير الأخير؟ قانون السير ست وفاء، قلت لك أنا قانون السير كل التعديلات وكله موجود حاليا في وزارة النقل، ينتظر متى يتم إعلانه وتوقيعه من الجهة المختصة. أليس هناك وقت متوقع له تقريبي؟ لا أدري، مشان أكون واضح وصريح معك، هو موجود في وزارة النقل وتم وضعت الملاحظات عليه، ومن ثم عاد إلى وزارة النقل، ومن ثم حاليا ننتظر صدور هذا التعديل قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. ختام هذه الحلقة أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد نبيل فارس رئيس فرع مرور ريف دمشق، ومنعيدك من جديد ومنقول لك العام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله دائما يعني منشوف فرع المرور بتألق يقف مع المواطن وليس ضد المواطن، هذا ما نتمنى بكل تأكيد. طبعا نحن بشكل عام نحن مواطنون قبل كل شيء، قبل أن نكون في هذا المكان نحن بالمحصلة مواطنون، ونقوم ونسعى لخدمة كل المواطنين كنا في حياتنا العملية، ونقول لكم كل عام أنتم بخير وولدنا بخير وقائدنا بخير، وإن شاء الله ينعاد على الجميع بالخير واليمن والبركة وعلى بلدنا بالأمن والأمان إن شاء الله. أمين أمين. شكرا جزيلا لحضورك. شكرا كثير. شكرا لك مشاهدينا الأكارم، ختام هذه الحلقة أشكر لكم جزيل الشكر متابعتكم لهذه الحلقة، دائما لدينا جديد في الحلقات القادمة، شكرا للمتابعة بأمان الله.